تبعدتش عني انا همسحك بجزمتي. ايه ده؟ ايه يا عم الاسد ما تهدى شويه؟ مالك بتنرفز ليه؟ ايه ده؟ قلبك بيدق مالك؟ مالك عشان رحت لست ملال مراتك اتهزيت شويه؟ انا مفيش حاجه تهزني. مفيش حاجه تهزني. حركات العيال بتاعتك دي مش هتخيل عليا، ولو فضلت حاططني في دماغك كده كنت بقول زني على خراب عشه. لا 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 لا. انت اللي ابتديت الحرب دي، والحته دي لو كانت تشهد كانت نطقت عليك. انا دايما اللي ببتدي، وانا برضو اللي بحط النهايه. عارف يا فاق يا اخويا، اغبى خلق الله اللي يظن ان هو اذكى اخواته. وانت كده اقول لك ايه؟ ما تغركش البدله اللي انا لابسها دي، ده انا زرع اسفلت وصايع يا اختي. يا ساتر يا رب. الحال من بعضه يا صاحبي، ولسه انا لا دغيتي والقبر. يعني ايه؟ مش هتبعد عني ولا ايه؟ مش هبعد عنك. لا بص يا فاق يا اخويا، احنا عاملين زي التوأم الملتصق، بس يمكن اللي يفرق حالتنا عن حالات التوأم العادية ان التوأم لازم يعيشوا مع بعض، لكن انا وانت لازم واحد فينا يخلص على التاني. في 60 سلامة.